شريف، مساء الفل عليك. الفل زميلي امير، مساء الخير طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل انا متواجد في تدريب النادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه الاتحاد السكندري. تمام. يوم الاحد يوم 7/10. يمكن مستر باتريس كارتيرون ومترجمه عقدوا جلسه سريعه في ارض الملعب منذ قليل مع اللاعب احمد توفيق، يمكن ما استغرقتش حوالي اكثر من دقيقتين. بعد هذه الجلسه يمكن تجمع اللاعبين مع المدير الفني وباقي الجهاز، يمكن في محاضره سريعه كده في الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن خلق الملف الافريقي والتركيز في الملف المحلي كالعاده. تمام. كان الدوري الممتاز او كاس مصر بالمناسبه اللي قرعه اصفرت اليوم عن مقابله نادي عريق ونادي الترسانه، طبعا غالبا هتكون يوم 10/10 او يوم الاربعاء بعد مباراه الاتحاد السكندري. تمام. يمكن الاربع حراس بيشاركوا النهارده في التمرين، شريف اكرامي، شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير مع كابتن مصطفى كمال. الان زي ما قلت لك في كابتن محمد يوسف عمل حظر اعلامي على اللاعبين علشان يركزوا في المعترك المحلي، لان الاهلي طبعا كعادته لازم يعني اي بطوله بيشارك فيها لابد طبعا بيغلق الصفحه خلاص وبيبص للامام دايما يعني. مظبوط. طبعا الغيابات حدث ولا حرج، غيابات بالجمله. كابتن علي معلول يمكن قدامه مش اقل من شهرين، كابتن حسام عاشور مش بيشارك في التمرين هو ايضا. تمام. حوالي 4 ايام شغال على بيتاهل، كابتن صلاح محسن 3 4 ايام برضه القصه تبان. يمكن حسام وصلاح من يعني من الشاهده الاولى كده ومن الظاهره الاولى كده غالبا هم خارج ماتش الاتحاد السكندري. تمام. ان ميدو كابر وسعد سمير بيجروا عمليه التاهيل في الملعب وحالتهم حالتهم اخبارها ايه بتحديد ميدو كابر وسعد سمير يا شريف؟ هل ممكن يلحقوا ان شاء الله مباراه الاتحاد ولا هيبقى في صبر عليهم شويه عشان المباريات الاهم اللي هتكون في بطوله افريقيا؟ من النظره الاولى كده اهوت ممكن يبقى ليهم دور. أنا هيجمعني بعد قليل لقاء مع دكتور الفريق، ولكن تمام. من النظرة الأولى ممكن يكون ليهم دور بس مش من البداية. تمام. على ما أظن هيكون جزء من المباراة يعني يستعدوا لقاء المباريات، لكن من البداية أشك. طبعا السولية النهاردة انضم في التمرين يعني قدامي أهو في التمرين بيجري الإحماء مع بشكل جماعي، بيتمرن بشكل جماعي مع الفريق. مع الفريق. يمكن بعد المباراة طبعا بعد مباراة الاتحاد السكندري هيسافر يمكن وليد ازارو وكليبالي لمنتخب المغرب ومنتخب مالي، يمكن بشكل فردي بيتمرن حوالي 4 لعيبه، هشام محمد، ايمن اشرف، احمد فتحي، محارب، حمودي. يمكن الخمسه بيتمرنوا تمرين يمكن خفيف شويه عن باقي المجموعه علشان اجهاد مباراه وفاق السيف الجزائري. يمكن الان باقي المجموعه بتتمرن في وسط الملعب وبيقود هذا التمرين مستر ليندمان. مستر كارتيرون بيتابع بنفسه دلوقتي فقره الحراس مع الكابتن مصطفى كمال، يمكن كابتن قمصان بيتابع التمرين مع مستر ليندمان. يمكن دي ابرز كواليس التمرين. طبعا على الجانب الاخر من الملعب عشان الساده المشاهدين يبقوا عايشين معانا الحدث، يمكن ميدو جابر بينزل يتاهل في جانب من الملعب مع الكابتن حسين عبد الدايم، وسعد سمير بيجري تدريبات في الجيم. يمكن حضر التمرين منذ قليل اللاعب ايضا السابق لنادي الاهلي الكابتن رضا شحاته، كان حريص يسلم على اللاعبين زمايله طبعا السابقين اذا كان في الجهاز او اذا كان في الفريق الاول. يمكن دي كانت ابرز او اللي احنا شايفينه في تمرين الاهلي الى الان زميلي انس. التمرين ابتدى الساعه 5 يا شريف صح؟ الساعه 5 يمكن 5 ودقيقتين 3، وكان في دقيقتين مع احمد توفيق، وبعد كده حوالي 5 دقائق مع باقي اللاعبين كلهم. يعني التمرين دلوقتي حوالي بقاله 10 دقائق او 12 دقيقه بالظبط في مستمرين في الملعب، يعني داخلين على ربع ساعه. طيب شريف، سؤالي الاخير ليك وهو خاص بلاعب الفريق علي معلول، واللي احنا عرفنا خلاص ان هو عنده مزق في العضله الضمه وبالتالي هيغيب لشهرين، لكن علي معلول كان اختير في منتخب تونس، الموقف بالنسبه له دلوقتي ايه؟ هل هيستمر في القاهره عشان البرنامج العلاجي الخاص بيه، ولا هيروح تونس الاول يكون في كشف طبي من قبل الجهاز الفني لمنتخب التونسي؟ انا ما عنديش معلومه اكيده، ولكن المتابع يعني النادي الاهلي المفروض يرسل للاتحاد التونسي ويقول له اللاعب عنده اصابه كذا كذا ويبعته تقارير. تمام. لو المنتخب حب ان هو الولد يسافر يقوم بالعلاج هناك في الفتره الدوليه من حق المنتخب، ولكن لو المنتخب حابب ان الولد يتعالج في النادي الاهلي حسب بترجع للمنتخب.
ولكن القصه كلها في ايد المنتخب التونسي، ولكن الاهلي بيعمل اللي عليه وبيرسل للمنتخب التونسي بحاله اللاعب والتقارير الاشاعات بيرسلها. القصه هنا عن المنتخب التونسي، ولكن هتاكد لك برضو من كابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكره ومدرب العام طبعا. طيب شريف شعبان زميلنا ومراسلنا في قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، وقال لنا